لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بطبيعة الحال ستكون هي الجولة الافتتاحية، وستكون بداية من اليوم العاشر من شتنبر. إذن بالنسبة للجولة الأولى، أولمبيك خريبكا، المولودية للوجدية، الوداد الرياضي اتحاد طنجة، يوسفية برشي درجة رياضي، شباب محمد الفتح رياضي، حسن التقادير، ونتابع سريع واتزم أولمبيك أسف مواجهة الدفاع الحسني، جديد المغرب الفاسي مواجهة نضال البركانية، والجيش الملكي في مواجهة النادي الرياضي للسوال. إذن واضح المعطيات مشاهدي الكرام، كما نتابع بالنسبة للجولة الأولى. بالنسبة للقسم الثاني، إذا بالنسبة للقسم الثاني كذلك، إذا استاد المغرب في مواجهة مغرب التطواني، شباب مقرير، اتحاد زمري خميسات، نادي أتلتيك زمامرة، كوكب مراكشي، الراك راسينغرادي في مواجهة رجاء بن ملال، أولمبيك تشيرا في مواجهة الاتحاد الترقي، شباب المسيرة في مواجهة الاتحاد الإسلامي الوجدي. إذا مواجهة بين الصاعدين، نهني من جديد شباب مسيرة وكذلك اتحاد الإسلامي الوجدي، جمعية سلا في مواجهة الاتحاد الرياضي، وشباب أطلس خنيفرة في مواجهة الاتحاد البيضاوي.